في نهاية اللقاء أحب أشكر الأول الأستاذ إبراهيم السمني والد أسامة على ترجمة الحوار من اليابانية للعربية، وأحب أقول لأسامة عايزين منك رسالة لزوار يلا كورة وللشعب المصري، تحب تقول لهم إيه؟ ايوه اسامه بيقول ان انا يعني انتمائي لمصر افخر بيه في كل مكان، ورغم ان امي يابانيه ولكن ابويا مصري حسسني باعتزاز كبير بمصر. واكبر امنياتي دلوقتي فريق الكره المصري انه يفوز في المباراتين القادمتين ويدخل كاس العالم ان شاء الله، واقول له ان في جماهير كتير جدا في مصر بتتابع اسامه دلوقتي وبتتابع اخباره، وان احنا بنتمنى له كل خير لانه برضه اكيد فخر لاسم مصر ان في لاعب يعمل اللي هو بيعمله ان شاء الله، وربنا يوفقه ان شاء الله. اسامه اريغاتو زي مصر موش تتسو اسامه نو ايجيبت نو فان ريجوني او كنت ماسكارا ان اسامه نو نيوز انترنت او توشت ميتيرو كارا اسامه كامباتو كوداساي. おさまありがとうございます。エジプトではおさまのファンが非常に多くなってますから、みんなおさまのニュースをフォローしてます。頑張ってください。シャッター。You're welcome.